أكدت وزارة الإسكان لدى مشاركتها في اجتماع الدورة 26 لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي، أكدت أن الاستراتيجية الإسكانية التي يناقشها الاجتماع 26 لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تتوافق مع رؤية مملكة البحرين 2030، من حيث أنها تسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين على طريق مواصلة تقديم وتحسين الخدمة الإسكانية، كما ترتبط ارتباطا وثيقا ببرامج الدعم الاجتماعي المدرجة ضمن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية. وأفادت وزارة الإسكان أن مشاركة الوفد في أعمال الاجتماع يكتسب أهمية خاصة نظرا لقيام الوزارة في المرحلة الحالية بالمراجعة الدورية لسياستها الإسكانية بما يتماشى مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، لا سيما فيما يتعلق ببحث الفرص اللازمة لتحقيق الاستدامة للملف الإسكاني على المدى البعيد.